نروح لزميلنا الأستاذ أحمد وجيه، وطبعا واحد من أهم الصحفيين المتخصصين في شؤون النادي المصري وفي بورسعيد. وجيه، برحب بيك، وقول لي ردود الأفعال بعد تعادل المصري مع المحلة النهارده. برحب بيك يا أستاذ إسلام، وبرحب بكل مشاهدي طبعا البريمو. هو أنت يعني أحمد رضا لسه مصحيك من النوم ولا إيه يا وجيه؟ لا، انا قاعد بتابع البرنامج على فكره، ماشي اتفضل. بس انا هادي دايما كده في مداخلاتي يا راجل. يعني طول عمرك هادي يا استاذ وجيه، اتفضل. ربنا يخليك يا استاذ اسلام. يعني طبعا النادي المصري النهارده بعد التعادل، يعني في شبه رضا من جمهور النادي المصري. يعني الشوط الاول يا استاذ اسلام، يعني يمكن ما كانش الاداء عاجب، او الناس ما كانتش مقتنعه بالاداء الشوط الاول. الشوط الثاني بدا الكابتن معين شعباني يصحح من اوراقه، يعني يمكن يعني طبعا دفع بجلاس الجلاس، طبعا لاعب تونسي مهم جدا، نزل غير المباراه مع محمد رفعت. يمكن مستوى احمد الشيخ لسه مش مقنع لجمهور النادي المصري، وفعلا يعني بعد خروجه من الشوط الاول يعني الاداء المصري اختلف تماما. لسه احمد الشيخ لسه عليه شويه، يعني لغايه ما يرجع لمستوى المعهود اللي كلنا عارفينه. الشوط الثاني طبعا النادي المصري تساعد اللقاء، ويعني كان قريب جدا للفوز بعد التعادل، طبعا بعد ما تعادل بتغييرات الكابتن معين شعباني. وطبعا كاستاذ اسلام، يعني كان بعد المشاكل اللي حصلت والازمات اللي واجهها الكابتن معين شعباني، بدايه من ازمه احمد رفعت، وطبعا رفضه حضور التدريبات، وان هو عايز يروح نادي فيوتشر. بعدها طبعا على طول بعد مباراه افريقيا، طبعا الكونفدراليه ذهاب وعوده، طبعا تمرد اللاعبين الاساسيين طبعا بسبب مستحقاتهم، لان كان ليهم نسبه مشاركه من الموسم اللي فات و25% من الموسم الحالي. فطبعا كل دي ازمات واجهت الكابتن معين شعباني. فقبل مباراه غزل المحله، فيعني كمان مع غياب اوستن اموتو كان جه قبل المباراه بيوم، وطبعا وغياب عمرو مرعي اللي هو طبعا يعني كان في اتفاق بينه وبين مجلس اداره النادي المصري ان هو وقت التوقيع هياخد مقدم العقد بتاعه على جزئين. وبالفعل هو بيوقع استاذ اسلام، خد 1,250,000 جنيه كجزء اول، ويتبقى ليه مبلغ اخر اللي هو المفروض ياخده قبل بدايه الدوري. ولكن لما ما خدوش طبعا بقاله حوالي 3 4 ايام ما بتمرنش، ومنقطع ايضا عن التدريبات. يعني كان يمكن امبارح المهاجم الوحيد في قائمه النادي المصري، او النهارده كان يعني طبعا كان محمد بلح المهاجم الفلسطيني، وكان اوستن اموتو طبعا غايب، وعمرو مرعي. فدي طبعا مشكله وازمه واجهت كابتن معين شعباني. فاكيد كل دي الازمات ادت للتعادل امام غزل المحله. ولكن كابتن معين شعباني طبعا اتكلم مع اللعيبه بعد المباراه، وقال لهم يعني البدايه مش موفقه، ان هو عايز يعمل حاجه للنادي المصري، عايز يعمل حاجه لجمهور النادي المصري. ولكن مع الازمات زي ما قلت لك يا استاذ اسلام، يعني النتيجه شبه يعني مرضيه. يعني